أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عظمته بخلق الله يعظمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركاته تنشق بها علي بركاتي ذلك الفضل يطهني ويطول عمري باذن وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين. وجل هذه الخديجه التي اخذتها من اصولك التي من دخل في واحد منها امن من عذابك ومكرك وابدا وباني فيها ولكل من حدثها او حملها لك تنطاحي كل سوء في دار ابدا وخاني حفيظ خاف جل معاني جميع الأذى والخير اليوم تائم وخاني حفيظ خافض جل مال جميع الأذى والخير اليوم تائم أجراني الخير من جملة النداء وخانهم وارماهم والمداس له جل كل وهو ربي وحافظي يرتفي عني البلاء والوخائم له ست عبد والمخفى وسيرتي واصحابه استدعاني جاري هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليطال من دارين والله واسع يخيب الأذى فضلا ويؤتيني المنى بتدبي دهرا لغير خواتم حليم حكيم خطماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقد صلاة وتسليما من الله أبتغي من كان بالدعوات عبد يسالي محمد المجيد من خديمه مع الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية داري والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله نافع نجاتي ونجاي وحظ استقامة أحاولها بالله والقلب خانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدني سرقت الكل والقلب خاشي لا سدت بالقرآن عبدا خديما وخدمتي سوف نور وشاكم نبي الهدى به النادي والمنهدى من الجود ينزل فخر وسيف قادم إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملائكة من الواحد الفخار من هو مانع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.